السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة أمل كيتشن. اليوم غادي نقدموا وصفة جديدة، وهي وصفة السفال مدفونة بالدجاج، مراكن فيرميسيل ويد تشيكن. وهذه الوصفة درتها أنا والأخت اللي في مراكن دلايت. غادي نحط لكم القناة ديالها على الرابط، وكذلك غادي نحط لكم مقطع من الوصفة ديالها، لأن درنا كولابوراسيون بجوجنا. وكنتمنى الوصفه ديالي تعجبكم، ونبداو على بركه الله. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مره اخرى اليوم في القناه ديالي مراكن ديلايت. اليوم غادي ندير السفه مدفونه بالدجاج. غندير هذا الفيديو هذا بالمشاركه مع الاخت امل من القناه ديال امل كيتشن. غادي نحط لكم مقطع من الفيديو ديالها، وايضا غنحط لكم الرابط ديال القناه ديالها باش تمشيو تشوفوا الفيديو ديالها والقناه ديالها. كنتمنى انكم تستفدوا معايا في هذا الفيديو، وانه ان شاء الله يعجبكم. نبداو على بركه الله. في المقادير كنحتاجوا فيرميسيل، هنايا عندي 500 غرام، وهي داك الشعريه الرقيقه للتفوار. وبالنسبه للناس اللي ساكنين في المغرب راه كيلقاها بالعبار ولا في الباكيات، وبالنسبه للناس اللي خارج الوطن، انا في الولايات المتحده الامريكيه كنشريها من المحلات العربيه. عندي هنايا كيلو ديال الدجاج، باش غادي نصب الدجاج غنحتاج الزيت. هذاك الزيت غادي نستعمله باش نصب به، وباش غادي ندهن الشعريه. بالنسبه للعطريه عندي معلقه صغيره ديال الخرقوم، سكينجبير، عندي الزعفران الحار، عندي البزار والملحه على حسب الذوق. وانا درت هنا 1 تي سبون بالنسبه للبزار، 1 تي سبون بالنسبه للملحه. وعندي القرفه عواد غادي نستعمله في الطياب، والقرفه بالنسبه للتزيين. وهنايا مقدار ديال معلقه كبيره ديال الزبده باش غادي ندهن الشعريه في الاخير. وعندي باش نصب هنا جوج ديال التومات مفرومين، وعندي هنايا مقدار ديال جوج معالق ديال القزبر المعدنوس مقطعين، وبصلات عندي جوج بصلات صغار مقطعين طريفات صغيرين. بالنسبه للتزيين غادي نحتاجو العسل باش غادي نزيدو في الدجاج، معلقه ديال العسل. وباش غادي نحتاجو عاوتاني كذلك باش غادي نخلطو مع الشعريه باش يعطينا داك الحلاوه. عوض ما نستعمل سكر كلاصي غادي نستعمل العسل. عندي هنايا كاس ديال الزبيب مفزكاه انا ديجا في الماء، وهنايا مقدار ديال 1 كاب، يعني شنو غنقول، 4 المعالق ديال اللوز مسلوقين منقيين ومحمرين. هذا بالنسبه للتزيين. عندي هنا المشماش يابس، والتمر التمر، وهنايا هذه باش نعمر الحشوه. عندي هنايا كذلك زلافه صغيره ديال اللوز محمر ومهرمش، والتزيين كذلك سكر كلاصي. وبالنسبه للتزيين كيبقى على حسب الذوق ديال اي وحده اللي بغات دير اي حاجه. وكان هذيك الطريقه العاديه ديال السفل ديالنا اللي كنديروا فيها غير القرفه والسكر وشويه ديال اللوز ولا كاوكاو ومهرمش ومحمر ومهرمش. انا بغيت ندير لكم طريقه برستيج، يعني باش الضياف ولا جا عندكم شي حد. وغادي نبداو باش نصبوا اليوم الدجاج ديالنا. في طنجره عاديه كنوضع الزيت هنايا، وغادي نزيد الطرفه ديال اللحم ديالي ديال الدجاج. وغادي نوضعوا البصله، الكنجبير والخرقوم، البزار والملحة، والزعفران حار، عويد ديال القرفة، الثومة،
والكزبرة والمعدنوس. وغادي نحركو الدجاج ديالنا مع البصلة والعطرية ونخليهم يطيبوا مدة 5 دقائق مع ثاني نحركوهم شوية. ومن بعد تقريبا 10 دقائق غادي نمرقو ونخليه يطيب على خاطرو باش نطيبو الشعرية. ومن بعد 15 حتى 10 دقائق غادي نزيدو الماء، غادي نغطيو الدجاج بالماء غادي نسدو عليه وغادي نخليو الدجاج يطيب حتى تشرب داك الماء وتولي لنا الدغميره شويه خفيفه. ومن بعد ما الدجاج ديالنا طاب غادي نحيدوه من المرقه ونخليو غير الدغميره ونزيدو لها معلقه ديال العسل. نحيدو هاد العود ديال القرفة، نزيدو معلقة ديال العسل، ونخليوها نخلي الدغميرة ديالنا حتى تعقد. لأن هاد الوصفة كتجي مالحة حلوة وكتجي بنينة بزاف. وهنا الشعرية ديالنا كما كتشوفو غادي ندهنوها بشوي ديال الزيت مقدار معلقة وندهنوها مزيان حتى نشوفو الشعرية كلها مدهونة باش ما مت... باش نفوروها ما تكركب ليناش. نحاولوا ما نهرسوهاش بطريقة خفيفة. فوالا دابا الشعرية ديالنا هي دهنات بالزيت الشعريه ديالنا هي الدهنات. ودابا غادي نحطوها في الكسكاس اللي ديجا درت الماء طايب في البرمه وغادي نخليوها تفور الفوره الاولى. ومن بعد الفوره الاولى ديال الشعريه ديالنا غادي نديرو الماء سخون والملحه وغادي نرشوها ونفزقوها مزيان. ده هذا الماء هذا كيساعدنا باش الشعريه ما كتعجنش وفي نفس الوقت كطيب دغيا على كايا. ونخليو هاد الماء يشرب فيها واحد شويه على ما تشرب ونرجعوها باش تفور الفوره الثانيه. وهذه هي التفويره الثالثه اللي درت. غادي نتي عينك ميزانك فاش تشوفي الشعريه قربات طيب خصك ديري المرحله الاخيره باش تضيفي الزبيب ليها وتفوريهم. هذه هي التفويره الثالثه. دابا غادي ندير التفويره الرابعه. كما قلت لكم على حساب نوعيه وجوده الفيرميسيل الشعريه رقيقه غادي نصبها في الغدار في هذا الطبسيل ونزيد لها الزبيب ونجمعهم بجوج نخلطهم ونزيد لهم شويه ديال الزيت ونردهم نردها تفور التفويره الرابعه والاخيره. كما كتشوفوا غادي نزيد لها هذا الزبيب اللي كنت فزكت ديجا في الماء
انا درت على حساب ما كملاش زلافه، ف 500 غرام ديال نخلط هذا الزبيب مع الشعريه بحال هكذا، نزيد شويه ديال الزيت الشعريه ديالنا ما تعجنش، كما قلت لكم الشعريه على حساب الجوده ديالها، بارفوا فاش تكون ماشي ممتازه كتعجن الشعريه دغيا دغيا. والتريك ديال الشعريه هو الماء سخون في التفويره الاولى والثانيه، كديري لها وكتخلي شويه في الكسكاس حتى تتسقطر، هذاك هو اللي كيعاونها باش كتفور حتى الفوره كتفور دغيا كتفور دغيا. غنزيد شويه ديال الماء، وهذا الماء هذا اللي زايد دابا ما في التفويره الثانيه والثالثه وهذه هي الاخيره، ما كنديرش فيه الملحه باش ما تجيش مالحه بزاف. فوالا، وغادي نردوه للكسكاس ونفوروه التفويره الاخيره، وغادي نشوفكم باش غادي نزيدو شويه العسل والزبده ندهنوهم بالشعريه في المرحله الاخيره، وغادي نقدمو الطبق ديالنا. ها هي الشعريه ديالنا كتفور في المرحله الاخيره ديالها، غادي نغطي عليها ونخليها تفور على خاطرها ومن بعد نشوفكم. وهي الشعريه ديالنا التفويره الاخيره، غنزيدو لها معلقه ديال الزبده ومقدار ديال جوج معالق ديال العسل عوض السكر كلاصي، ونخلطو بحال هكايا. نخليوها سخون، نديرو الزبده محده سخونه باش تدوب دغيا، وكذلك العسل. اوس هات نخلطو مزيان العناصر بعضياتهم، وباش نقدمو طبق التقديم. كما كتشوفو الضغميره راها واجده، الشعريه ديالي واجده، دابا غادي نديرها في طبق التقديم. الدجاج قطعته طريفات حيت له العظم وقطعته طريفات، ولينا نبدا بسم الله. دابا غادي نحطو طبقه ديال السفه الشعريه هنايا بحال هكذا، غادي نسرحوها ونضغطو عليها. رايت وفي نفس الوقت كما قلنا نحطو ونضغطو بحال شكلنا حنا كنصاوبو البسطيله، ولكن البسطيله ماشي بالشعريه. الوغ نخليو النص الاخر باش غادي نخليو النص الاخر باش غادي نغطيو به. ناخذو الضرميره غنسرحو شويه نديرو هنايا، غناخدو الدجاج ديالنا وغنوزعوه بحال هكا. كما قلت لكم انا حيدت له العظام وطيبته بلا جلده، ولا كنتو طيبتوه بالجلده حيدوا له الجلده وحيدوا له العظام، وقطعوه طريفات بحال هكذا وستفوه على الطبقه ديال الطغميره، وحتى هو نضغطو عليه شي شويه بحال هكا. نزيد واحد شويه ديال الضغميره من بعد ما نسالي الدجاج، نزيد شويه ديال الضغميره وعاد ندير اللوز.
الكاميرا جات بنينه بزاف. هادشي اللي بقى ليا غادي نديرو. من بعد واحد عندنا الدغميره غنحطو اللوز المهرمش، هذا نقيتو سلقتو نقيتو قليتو، ومن بعد درت له هرستو في الماكينه ديالي. اوكي، وغادي نوضعو تما باقي ديال الشعريه مفوره من الفوق، وحنايا كنحطو كنضغطو. واللي عنده قالب كبير ديال الحلوه ديال قالب، وهو غدا غير زعما لو شوا ديال اي واحد، يمكن لك تحطيها بالطريقه التقليديه اللي كنديروها عاديه وصافي. ونضغطو بحال هكا، باش يجينا ساهل نحلو القلب ديالنا ونزوقوها وتزين على حساب الذوق ديالكم. اللي بغى يدير لها السكر وغير السكر والقرفه واللوز، واللي بغى يدير لها يزيد لها كما درت انا، غادي ندير انا المشمش والتمر. وحيت لها دابا القالب وغادي نبداو نزينوها. نبداو بالسكر، نديرو هكا خطيطات ديال السكر أو خطيطات ديال القرفة. أو خطيطات ديال هدا ديال اللوز، وغنكملو التزيين وغنشوفكم في الصورة الأخيرة ديال الوصفة ديالنا. وكنشكركم بزاف. وهي الصفه ديالنا وجدات، الصفه ديال الشعريه المدفونه بالدجاج بطريقه برستيج يعني رائعه. كما كتشاهدوا زوقتها بالمشماش اللوز والتمر، وبدات خطيطات ديال السكر كلاصي والقرفه. ويمكن لكم تبدعوا بالنسبه للشكل، هو غير القالب ديال الكيكه الطاير. يمكن لك ديري اي قالب بغيتي ولا ديري الطريقه التقليديه القديمه ديالنا. سو كنتمنى الوصفه عجبتكم، وكنشكركم بزاف. وكنشكر الاخت مارا من ذا لايت اللي شاركت معايا ودات كولابوراسيون ديال الريسيبي ديال السفره المدفونه بالدجاج. ونلقاكم في حلقه جديده مع وصفه جديده، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو. وشكرا، وما تنساوش كذلك تشاركوا في قناه امل كيتشن. Thank you so much and I hope you guys like the video and don't forget to spread the love, like and share. Thank you.